قضه مرة ثانية فخامة نائب رئيس الجمهورية، فيرجع للمجلس مرة ثانية ويتخذ الإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور، وهي كما معروفة أن يصوت مرة ثانية بثلاثة أخماس. لكن في هذه الحالة لا نحتاج إلى الرجوع إلى مجلس رئاسة الجمهورية المصادق عليه. طيب بالطبع سأعود إليك سعادة النائب، يعني حتى لا أقع في الإشكال الفني والفارق ما بين وصول الصوت، إذا عدت إليك سيد الجواهري، عندما نتحدث من الناحية القانونية، تحدث سعادة النائب أنه قانونا لا يحق لنائب الرئيس أن يقدم نقد فيما يتعلق بهذه المادة وتحديدا المادة الأولى، ولكن الهاشمي في نفس الوقت يقول أنه لا ينقد مجمل القانون، إنما يتحدث عن المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج. أنتم قبل قليل فندتم هذه النقطة، يعني إذا كانت الصورة لا من الناحية القانونية ولا من ناحية إعطاء العراقيين في الخارج حقوقهم، يعني الهدف منها ذلك، ما هي الأهداف؟ يعني هل هي فعلا أهداف سياسية كما يقول البعض، هي محاولة عرقلة عملية سياسية، أم ماذا؟ يعني ما المراد من ذلك؟ أحب أعلق شيء بسيط ابتدائي. أولا أنا أعتقد هناك خلل تشريعي، يعني على المشرع أو المحكمة يجب أن تفرق، يجب أن يكون هناك فرق بين عدم المصادقة على القانون، ماذا يجب أن نفعل في حال عدم مصادقة على القانون، لكن هل يعني ما أدري إذا أستاذ رئيس الهيئة القانونية عنده جواب على هذا الموضوع، إذا لم يصادق على القانون هل يعني نقضه؟ يعني أنا أعتقد النقض هو قرار، والقرار بحاجة إلى إجماع المجلس الرئاسي. النقض هو عملية مهمة وكبرى تؤخر العملية السياسية، ولكن حق لنائب الرئيس أن ينقض، يحق لنائب الرئيس أن لا يصادق. أن لا يصادق. لكن هل يعني في رئيس وفي نائب صادقوا ووافقوا؟ طيب هذا شخص واحد آخر لم يصادق، فهذا له الحق، هذا من حقه أن لا يصادق، هذا معروف، لكن من حقه أن ينقض هو ما بعرف، فلا ممكن هذا قانونيا، يعني الأستاذ الأعرجي ممكن أن يرد على هذا. أما الموضوع الآخر، أنا أعتقد الملف هو ملف إقليمي واضح جدا كما تعرفون، التدخل الإقليمي في موضوع الانتخابات العراقية، يعني أنت تعرف جيدا أنه دول إقليمية عديدة تحاول الدخول وبقوة وأعطت أموال، وصارت تصريحات يعني أنه فلان دولة أعطت كذا مليون دولار وفلان دولة أعطت كذا، والتدخلات واضحة بالشؤون يعني في العراق وفي غير العراق، يعني احنا بنعيش في لبنان ورأينا ماذا فعلت الأموال الخارجية في الانتخابات اللبنانية. من هي هذه الدول؟ يعني دول لعله على رأسها السعودية وعلى رأسها مصر وعلى رأسها سوريا وعلى رأسها، يعني حتى نكون منصفين أيضا إيران أيضا لها علاقة في هذا الموضوع، لكن بشكل أساسي السعودية لها دور كبير، وهي تحاول ولأسباب يعني هي تتظاهر بأنها طائفية، وأنا لا أعتقد أنها، يعني دائما أقولها أنها ليست طائفة وإنما مصلحية، تحاول أن يعني تخشى من نهوض العراقيين، تخشى من عودة العراق إلى وضع السابق، تخشى من أن يعود العراق إلى وضع الطبيعي بشكل يشكل تهديدا لها، تهديس على مستوى استراتيجي قد لا يكون عسكري يعني. لكن هذا التدخل الآن يعني حسب إحصاءاتهم وما يرونه من نتائج مقبل الانتخابات بعيدة عن الانتخابات السابقة، لذلك هم يحاولون أن يكسبوا 30 أو 40 مقعد كيفما يكون. يعني هناك دول تحاول الآن، أنا أتحدى أي شخص، أتحدى أي عملية سياسية أو تغيير الحالة السياسية، أول شيء عرقلة، هذا واضح، لكي لا يكون هناك شيء، لا انتخابات ولا حكومة ولا كذا ولا شيء، يقع العراق في الفوضى وفي الفراغ السياسي والدستوري وما إلى ذلك. النقطة الثانية، لو افترضنا واقع، لأن هذا ممكن ما يستطيعون تحقيقه، لكن لو صارت الانتخابات يحاولون بشتى الطرق أنه يحصلون على 30 مقعد، هاي 30 مقعد كتلة كبيرة من خلال تزوير، يعني الآن أتحدى أي جهة سياسية بالداخل أن تعطيني رقم عن عدد العراقيين اللي بالخارج. أنا حسب الإحصاءات اللي شفتها في لبنان، نحن هنا يقولون كذا مليون، في حين لبنان عدد العراقيين المقيمين في لبنان لا يتجاوز 10,000 عراقي، وفي سوريا الإحصاءات الرسمية تقول 256,000 عراقي في سوريا، وفي الأردن أقل من هذا العدد. نعم. يعني لو أردنا أن نجمعهم كلهم ما يطلعوا مليون ولا يطلعوا 800,000 عراقي اللي بالخارج. من أين جاءوا بهذه الأعداد 8 ملايين أو 9 ملايين؟ هذا إحنا نريد نناقش. طيب. جدلا يعني جاي. لا علاقة بهذا الأمر. إذا صار، لو افترضنا أنه موجودة هاي الإحصاءات، هاي الأرقام التي تذكر هي محاولات لتزوير الانتخابات.
يعني شو اللي يمنع هاي الدول من أن تزور لها 4 ملايين وثيقة عراقية وتضخ بها بالانتخابات وتعطي 4 ملايين صوت؟ طبعا يقلب المعادلة الانتخابية. بالطبع سأعود إلى هذه النقطة. نحن حينما نسمح بمرور هذه التعديل وهذا النقض، يعني نحن زورنا 30 مقعد برلماني في برلماننا المقبل. اسمح لي أن أشرك معي الدكتور شاكر كتاب، الناطق الرسمي لقائمة التجديد العراقية. سعادة النائب، أرحب بك معي في، أعتقد بأنك استمعت إلى جزء مما تفضل به ضيفي في الاستوديو السيد أبو ميثم الجواهري. نتحدث الآن عن عملية النقض من الناحية القانونية. إذا لم يصادق نائب الرئيس على القانون، هل هذا يعني نقضه؟ وهل يحق له نقض القانون الانتخابي فيما يتعلق بأي مادة؟ معلش ما سمعت السؤال، بس يبدو لي انه يعني اذا اكون كان يتعبني اكون منه جدا. سأعيد عليك السؤال دكتور شاكر، اتحدث عن موضوع النقد الذي تقدم به نائب الرئيس. من الناحية القانونية ربما يحق له ان لا يصادق على القانون، ولكن لا يحق له نقد هذا القانون. اضف الى ذلك يعني عمليا هي المسألة فقط لمن اجل الضغط السياسي كما يقول بعض المحللين، وكما أشار ربما السيد الجواهري معي هنا في الأستوديو. ما الذي تقوله؟ يعني لا أجد رابط منطقي ما بين المحورين. يعني لما يحق له النقض فلماذا لا يحق له النقض على القانون بالذات؟ هذا القانون انطوى وصدر السيد نائب رئيس الجمهورية على بعض الخروقات للدستور، واراد ان يعني يعيد الى مجلس النواب لكي يعني تجري تصحيحات معينه، ترميمات للماده ذات العلاقه وينتهي الامر. يعني ليست هناك اي مساله كارثيه كبرى بها الموضوع هذا لو اذا ما تم يعني تناول الموضوع بشكل متجرد من كل النوايا والتحليلات والتأثيرات المغرضة يعني ممكن نسميها. طيب ابقى معي دكتور شاكر، بالطبع سأعود إليك فقط لأعود إلى بغداد إلى السيد الأعرجي. سعادة النائب الأعرجي، عندما نتحدث عن الآن التجاذبات الموجودة يعني داخل البرلمان، ربما هناك نقطة قانونية أشار إليها السيد الجواهري، يحب أن يسمع منك تعليق عن موضوع المصادقة على القانون ونقض القانون. هل هناك فرق بين هاتين النقطتين من الناحية القانونية بالطبع ومن ناحية يعني دور البرلمان في هذا السياق؟ لا أبدا، هو لم يكن هناك حقيقة فرق. لم يترد في الدستور العراقي كلمة نقد، لكن عدم المصادقة والمصادقة، لكن هذه التفسيرات كما موجودة فجرى العرف البرلماني عليها بأنها تكون نقضا، لكن عندما تورد من مجلس الرئاسة أو ما منصوص عليها بالدستور هو عدم المصادقة. لكن هنا أحب أن أشير، وهذا محضر التوقيع الذي قام به فخامة نائب رئيس الجمهورية بالنقض، وقد أشار بين قوسين بأنه نقض، يقول بسبب عدم مراعاة مبدأ العدالة للمصوتين في الخارج قررت نقض القانون. لم يوجد في هذه المادة المراد نقضها ما يشير إلى عراقي أو المصوتين في الخارج، فبالتالي لا يوجد نقض في هذا الأمر، لأن أصل المادة لم تشير إلى عراقي الخارج والداخل. المسألة الثانية، نحن كتبنا إلى المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية هي صاحبة الفصل، لكن للأسف الشديد البعض قد علت أصواتهم وقالوا المحكمة لم تقرر. هذا قرار المحكمة، وفي الديباجة يقول قررت المحكمة الآتي، هذا يعني أنه قرار. ماذا قررت المحكمة؟ قررت المحكمة بأنه وفقا للدستور لا يميز الدستور العراقي ما بين عراقي الخارج والداخل، وإنما كل ما فرض من قيد هو أن تكون نسبة الربع للنساء مضمونة. أضاف في الأخير بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي من مختصة في هذا الأمر وتضع تعليماتها، فبالتالي الأمر لا يخص مجلس النواب ولا هيئة الرئاسة. لكن أنا أقولها بكل صراحة أن القانون قد نقض لأسباب سياسية. أنا لا أعرف، يعني أنا يعني لا أعرف ما هي هذه، ما إذا كانت هناك حقيقة تداعيات خارجية أو توصيات خارجية في هذا الأمر، لكن حقيقة نحن الآن في أزمة.